الخطة العسكر ما تلفتش خف يلا اللي حبسونا ما تحضرش اسمعني مليح اللي حبسونا ما تحضرش خلينا ندبر راسي واحد يلا Transporter là. Zitoune. Des olives. Fouillez-les. Ils ont rien sur eux, mon capitaine. Et puis videz-moi ce sac. Allez, vite! Non, 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 pas celui-là. L'autre, tu me prends pour un con? Viens là! Débarrassez-moi ça! Allez, vite! Yalla, ta. Allez, vous autres, venez. خويا موسى، الوقت ما رحت للقفوة، وين حطيت السلاح؟ أنا قلت راك هبلت، وساعتنا لحقت. ربي هو اللي ينصر يلا هزرب خف طريق مازالها طويلة يلا يلا طاهر يلا
خاوي. اهلا بك سي صالح. الله يسلمك شراك. بس عباس السلام عليكم. صالح عباس يسلمكم بخير. بس عباس اهلا بك. السلام عليكم. شراك خويا علي. عباس عباس بخير. واش الاحوال يا خويا موسى؟ استرنا ربي سلكنا منها على شعره. واش اخباركم؟ واش عندكم من جديد؟ تفضل خويا موسى. راهي تخلطت، راهم داروا راتيساج وخوتنا راهم حاصرين في جبل الاسود. بربي ان شاء الله هذه الليله ربعه تاع السلاح واسين تكون في المكان وتبعد العدو ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، ربي ينصرهم، ربي ينصر الرجال ان شاء الله يا ربي. ربي ينصر. هذا ما كاين، هذا ما قدرنا عليه يا سي موسى، وتعرف الظروف يا سي علي. خوا محتاجين اكثر من هذا الشيء. الدنيا راهي جامده والحاله بارده في الجبل. شوف كيف تجمع ان شاء الله. ان شاء الله خويا موسى. طاهر. نعم. فرغ الزيتون. عاوني. شي هذا سلاحه. علي صالح ادو سلاح السي حواس والخوال معاهم، انا حنا نتكفلوا بالباقي. يلا خفوا قبل ما يطيح الليل. يلا يلا هلفت الشكاره وش راك تخزر. يلا هربت معايا، يلزم ما نضيعوش الوقت. مهمة راح تسنى فينا في المدينة. في المدينة والطريق مازال طويلة. روح قدام، عملي بيك مخلص وقدها. يلا bonne famille. Allez, je vais te donner une cigarette. Hein? We'll be right back.
يا ولي معلوم سمو عني غالي بتنطر على النجوم مش من عويدهم يتوخروا كل هذا الوقت سنة وجوج دقائق لما كانش لازم نروح نهار الحد قلت له وينك يا شملالي خليتي المرصة مواينك بقيتي محكوم السيد هذا اللي رانا نستناو فيه ممكن يكون في القهوة ما عرفناش هذا مكان أي متأكد بالنظام حرص على هذا ما تغلطش روحك هم يعرفوا كل ملامحنا لكن احنا ما نعرفوهمش الاثنين في الصباح بالخيال باش يطلع لنا نهار يا خويا غدوه اذا حب ربي يطلع لنا الكل اختي شكون اللي بعت الله يكون في العون يا خويا سي الأخضر طريق راهي مسرعه السلام عليكم بابك وهنا دوك نشوف تفضل مرحبا بك فحلى تنبوس هيا ماما راهو جالس الاخضر تفضل هيا بنتي معي سي الأخضر مرحبا بك Thank you.
سمح لنا سي الموشي، طولنا باش نتصلوا بيك. الحي راهي ملغمه، حراسه مشده راهي عليك ليل ونهار. الحمد لله سترك ربي، واليوم راه عيد لعيالك ولينا اجمعين. البلاصه هذيك تقول عليها جهنم يا لطيف، وكفاه تحبني نفرح وانا خليت خوتي في الحبس، هذاك الحبس تاع الموت. دوك تتحسن الاحوال وتتعافى ان شاء الله. لازم تغادر البلاد، الجبهه رايحه تتكفل بكل شيء، عيالك ما تخمم في والو. وكاين واحد راه سجالك الاوراق تاع السفر. سفر راسي الاخضر، مهمه كبيره راهي تسنى فيك. الجبهه راهي قررت باش تنقل الثوره لقلب فرنسا، تروح تنظم الخلايا. رانا معولين عليك، لازم العدو يتزعزع من الداخل. كل مهني يا سي الاخضر. ايه الشاطره طلعي في باباك. سالازار وجماعته يقعدوا في البار نتاع لا مارينا كل يوم على 5:30. قولك مهني، كل حاجة في وقتها. جا الوقت لازم نروح. موسى وسي طاهر راهم يسلموا عليك. راح يتصل بك واحد من الخوا في اليوم الموعود. على خير سي الخضر. بالسلامة. سي الموشي الحمد لله سلك على خير وعافيه. يلا قلع.
الخوة راهم يستناو فينا، راه عندنا مهمة. يلزم نلحقوا المدينة قبل ما يطيح الليل. يلا. أنا تعبانين يا خويا موسى، أنا تعبانين. ما تزيدش تعاود هاد الكلمة قدامي خلاص، وما يلزمش تخمم فيها حتى وإذا كنت وحدك، فهمت؟ يلا. طاهر، اليوم راح نجربك، تروح تدخل عند صبابتي. وكي ندخل وشو نقول له؟ اصبر ما تقلقش، تقول له الحال صباح مغيم، يعطيك الأمانة. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحال صباح مغيم. منين نجركم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. يا درا، كل شيء بالتمام؟ بالتمام سي الأخضر. يلا على ربي. يا الخوة، الخبيث تاع سلازار لازم نمحيوها، راح قتل جبر ودار الباطل في خوتنا، والجبهة قررت باش نقضيو عليه. سي طاهر، انت هادي اول مشاركة ليك معنا، ماذا بيك ما تبعدش من بحث سي موسى. سي مسعود، اقعد لبرا وحوط لي المكان. وانت يا سي موسى، تبع الخطة بالتمام وحادوا على بعضكم، وما تنساوش هاد العملية رايح يكون ليها صدى كبير. يلا سهلوا وعملوا على ربي. كن كاني سي الأخضر.
موسى اشتشت يلا خفوا خفوا deux morts et cinq blessés. Le trafic a pu être immédiatement rétabli. Cependant, les opérations se poursuivent dans l'Aurès. Nous interrompons le programme pour une dépêche qui vient juste de tomber. Encore une fois, un groupe de terroristes a soigneusement orchestré un attentat meurtrier au bar de la Marine. Le commandant Saint-Lazare a été tué sur le coup et son sergent blessé. Le terroriste de son nom Ahmed alias Moussa a été abattu. Les deux autres complices armés ont pris la fuite grâce au soutien de la population. La police les recherche activement. عندما توصل تلقى الخاوة في مارسي من تم يقودوك الباريس طلع في وراك وين مشي طريق السلامة في الأمان أخوي